الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نتحدث بإذن الله تعالى حول موضوعات ثلاثة. الموضوع الأول: شخصية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الموضوع الثاني: منهج الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الموضوع الثالث: كيف نعرف عليا للعالم. أما الموضوع الأول وهو شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فيمكن أن نتعرف على جوانب من هذه الشخصية من خلال موقعه. أولا، موقعه من أعظم شخص في دائرة الوجود الإمكاني، وثانيا موقعه من أعظم شيء في عالم الوجود الإمكاني، وثالثا موقعه من الوجود الإمكاني كله. الموقع الأول نلخصه بكلمة واحدة: أنه هو. والموقع الثاني نلخصه في كلمة واحدة: أنه معه. والموقع الثالث نلخصه في كلمة واحدة: أنه له. هذه الكلمات الثلاث: أنه هو، وأنه معه، وأنه له، يمكن أن تبين لنا جوانب الإحاطة غير ممكنة، الاكتناء غير ممكن، ولكن جوانب ومضات لمحات هذه الكلمات الثلاث تبين لنا جوانب من شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الموقع الأول: موقعه من أعظم شخص في عالم الوجود الإمكاني. من هو أعظم الشخص في عالم الوجود الإمكاني؟ أعظم شخص هو خاتم الأنبياء محمد. ما هو موقع أمير المؤمنين؟ الجواب: إنه هو، يعني محمد صلى الله عليه وآله هو علي، وعلي هو محمد صلى الله عليه وآله. دليلنا على ذلك واضح، آية المباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فعلي هو رسول الله، ورسول الله هو علي. يتفرع على ذلك أن كل ما ثبت للنبي فهو ثابت لعلي، وكل ما هو ثابت لعلي فهو ثابت للنبي صلى الله عليه وآله، إلا ما خرج بالدليل. أمير المؤمنين لا يشارك النبي في نبوته إلا أنه لا نبي بعد. هنالك اختصاصات للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن القاعدة العامة أن كل ما ثبت للنبي فهو ثابت لعلي، وأن كل ما ثبت لعلي فهو ثابت للنبي صلى الله عليه وآله. وهنالك حديث يرويه البخاري في صحيحه ربما يكون مؤيدا لذلك، وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله كما ينقله البخاري قال لعلي: أنت مني وأنا منك. الحديث مذكور في كثير من كتب العامة، ولكننا نذكر البخاري بالذات لأن الجيل الجديد من أبناء العامة له حساسية خاصة بعضهم حول البخاري ومسلم. النبي قال: أنت مني وأنا منك. وفي لفظ آخر يرويه حتى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: علي مني وأنا من علي. ما معنى من في هذه الجملة؟ أنت مني يعني شنو؟ أنا منك يعني شنو؟ هل هذه المن للتبعيض يعني أنا بعض علي وعلي بعضي؟ هذا معناته. يبدو أن الظاهر أن هذه الكلمة تدل على وحدة الأصل أو على وحدة الطبيعة، عندما نقول هذا من ذاك وذاك من هذا يعني شنو؟ يعني هما طبيعة واحد وحقيقة واحد أو لهما منشأ واحد. المنشأ واحد حديث الأنوار، والطبيعة واحد، والحقيقة واحد. هذا الموقع الأول. الموقع الثاني موقع علي صلوات الله وسلامه عليه: من أعظم شيء في الوجود الإمكاني كله. ما هو أعظم شيء في الوجود الإمكاني كله؟ أعظم شيء كتاب الله. أعظم شيء كما أن النبي أعظم شخص، القرآن أعظم شيء. ما هو موقع علي من القرآن؟ حتى العامة يروون، والذهبي الذي هو من كبار نقادهم ويحاول تضعيف الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت بكل إمكانه، الذهبي يقول هذا حديث صحيح، أنه معه. الحديث يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا موقع علي من أعظم شيء في
في الوجود الإمكاني يتفرع على هذه المعية العصمة المطلقة لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فعلي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا معناته إذا علي مع القرآن دائما والقرآن مع علي دائما، هذا معناه العصمة المطلقة. هنا أكو نقطة، أن هذا الحديث لا يدل على العصمة عن التعمد، وإنما يدل على العصمة حتى عن الخطأ. علي لا يخطئ، ممكن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يخطئ عند الرأي في باب المتاجر، خطأ يكون هذا الرأي. كبار المجتهدين يمكن أن يخطئوا، لا يتعمدون الذنب. العادل القوي العدالة لا يتعمد الذنب، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لا يتعمد الذنب مثلا، ولكنه يخطئ. آراؤه المثبتة في الفقه ربما يكون كثير منها، يعني 10% 5%، ربما يكون خطأ. لا يمكن أن ندعي العصمة لمجتهدين بهذا المعنى، يخطئون. ولكن إذا كان شخص مع القرآن الذي لا يأتيه الباطل، فذلك الفرد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فعلي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الحديث صححه الذهبي من كبار نقاد العام، ورواه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرط مسلم، لأن مسلم عنده شروط لصحة الرواية كما أن البخاري له شروط لصحة الرواية. قال إنه صحيح على شرط مسلم. إذن موقعه من النبي أنه هو، وموقعه من القرآن أنه معه. النقطة الثالثة، موقعه من الوجود الإمكاني كله، الموقع في كلمة واحدة أنه له. الوجود الإمكاني كله خلق للنبي وعلي وفاطمة والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك نقرأ في نهج البلاغة: والخلق بعد صنائع لنا. هذه اللام تدل على الغاية أو العلة الغائية. وفي حديث الكساء نقرأ: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، إلى أن يقول إلا لأجل هؤلاء. وفي حديث آخر أن الله تعالى خاطب النبي صلى الله عليه وآله: لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقت. طبعا هذا لا يدل على أفضلية علي صلوات الله عليه على النبي. إذا قلنا لولا الثمرة ما زرع الزارع الشجرة، هذا لا يدل على أفضلية الثمرة من الشجرة. فلولا علي ما كان الكون كله. هذا فيه تفصيل أنه كيف أن الكون خلق لهم،
نضعه لوقت آخر. هذه ليست قضية تعبدية، وإنما هي قضية عقلية بديهية. لولا هؤلاء الكون كله ما كان يخلق. هذه قضية عقلية بديهية، إن شاء الله نفصله في مجال آخر. فإذن موقعه من النبي صلى الله عليه وآله أنه هو، وموقعه من القرآن أنه معه، وموقعه من الكون الإمكاني كله أنه له. هذه ثلاث كلمات تعرفنا على جانب من شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الكلمة الثانية حول منهج علي صلوات الله عليه. المنهج يمكن أن يلاحظ من جوانب متعددة. إحدى الجوانب أن نلاحظ المنهج من خلال نتائجه. يعني هنالك طالبان لهما منهجان، هذا دخل في المنهج الحر وذاك دخل في المنهج المقيد. كيف نقيم المنهجين؟ كيف نلاحظ المنهجين؟ هنالك أبعاد. إحدى الأبعاد أن نلاحظ النتائج. هذا المنهج أدى بهذا الطالب إلى أين؟ وذلك المنهج أدى بهذا الطالب إلى أين؟ نحن إذا أردنا أن نعرف منهج علي ومنهج الآخرين، إحدى الأشياء، إحدى الأبعاد أن نلاحظ النتائج. هذا له عرض عريض، ولكن أذكر النتائج من خلال نقاط ثلاث. هنالك ثلاث مشاكل عالمية إلى الآن العالم لم يتمكن أن يجد لها حلا. مع هاي الإمكانات الضخمة الآن العالم، دول العالم لها من الإمكانات ما ربما لم يوجد في التاريخ المنظور. هاي الإمكانات الضخمة، هاي الثروات الهائلة، ربما في التاريخ القديم كانت هنالك أمم إمكاناتها كانت أكثر، ولكن في التاريخ المنظور يعني 1000 عام 2000 عام العالم الآن يملك من الإمكانات ما لم تتوفر لأي دولة، ولكن الآن العالم يقف عاجزا عن حل هذه المشاكل الثلاث. وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين حل هذه المشاكل الثلاث بكل سهولة. متى تحل هذه المشاكل؟ بعد 100 عام 200 عام 1000 عام، ربما بعد ألوف الأعوام العالم ما يتمكن يحل هذه المشاكل إلا إذا رجع إلى منهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه. المشكلة الأولى وهي مشكلة عالمية حادة لا تختص ببلد دون بلد، مشكلة البطالة. هذه من المشاكل العويصة في كل بلاد العالم. العالم لم يتمكن أن يحل هذه المشكلة. تعلمون كم عاطل أكو في العالم؟ يوجد في العالم حسب إحصائية عام 99 ميلادية قبل أعوام قليلة، يوجد في العالم 1 مليار
عاطل عن العمى. 1,000,000,000 عاطل. تعلمون البطالة تمثل أي مشكلة خطيرة على الفرد، على المجتمع، على العائلة. الفرد العاطل خطر على المجتمع. هؤلاء الذين يذهبون إلى خط المخدرات، ليش يروحون إلى خط المخدرات؟ كثير منهم لأنهم عاطلون، ما عنده شغل. سألت واحد من السواق من هؤلاء الذين يسوقون الشاحنات الكبيرة في الصحاري، في الحار، في البار، كلش عمل متعب. قلت له هذا العمل ما يتعبك؟ قال جدا متعب، ولكن أنا مدة كنت عاطل عن العمل فتعبت أكثر. أنتوا يوم يخلوكم في غرفة بلا عمل، هذا أكبر تحطيم لكم. بطالة، واحد عندما ما إلى شغل هذا يتدمر، يتحطم، ويتحول إلى عنصر خطر على المجتمع. يذهب ويسرق، يذهب ويقتل، يعيش حالة الكآبة. تعلمون أن العمل يعطي للإنسان حيوية وفاعلية ونشاط؟ العمل يعطي فاعلية ونشاط، ولذلك الأفراد الذين يتقاعدون عن العمل يتحطمون. احنا لا نؤمن بمنهج التقاعد بالشكل الموجود حاليا. ماكو معنى للتقاعد. ما دام المؤمن في هذه الحياة يجب أن يعمل، ماكو تقاعد. 1,000,000,000 عاطل عن العمل في العالم، والعالم لا يتمكن أن يحل هذه المشكلة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه حل هذه المشكلة بمنهج واحد من مناهج الإسلام. الإمام ما عنده منهج غير منهج الإسلام، منهجه منهج الإسلام ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله بقانون واحد، وهذا القانون قانون يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. طبعا هذا واحد من المفردات، مفردات الحياة. العاطل عن العمل ليش يكون عاطل؟ لأن أكو أمامه حدود، يريد يروح للغابة يحتطب ما يتمكن. في عهد أمير المؤمنين أي واحد يروح إلى الغابة يحتطب فليحتطب، أي واحد يريد يستخرج معدنا فالمعدن له في الإطار المقرر. طبعا في الإسلام أكو إلى إطار، الوالد ذكره رحمه الله في فقه الاقتصاد، معدن روحوا طلعوا أي معدن تردون فهو لكم في ذاك الوقت. تريدون أن تسافروا إلى أي بلد سافر. ما عدنا في دولة أمير المؤمنين مقيم وأجنبي وغير مقيم ومواطن. أنت مواطن في كل البلد. الإمام كان يحكم أكثر من 50 دولة، وين تريد تروح روح، أي واحد لا يقف أمامك. مثل الآن المعادلة في نقاط بلد واحد، تروحون منا إلى مشهد واحد ما يقف أمامكم. ما تمكنتوا أن تتجروا في قوم، اذهبوا واتجروا في مشهد. قانون يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أي عمل تريد أن تعمل فأنت حر. تريد أن تصيد أسماك البحر أنت حر. تريد أن تحتطب من الغابة فأنت حر. تريد أن تستخرج المعادن فأنت حر. تريد أن تقوم بأي نوع من أنواع العمل والتجارة فأنت حر. لا يبقى عاطل. تريد أن تحيي الأراضي وتبيعها، هاي الأراضي الموجودة في السودان مثلا،
أغلب بلادنا أراضيها يا بروح ابني بيوت، شركة تتكون شركة عملاقة تبني البيوت في الصحاري وتبيعها، هاي الشركة يمكن تشغل 100,000 عاطل. والوالد رضوان الله عليه كان يقول إن الإمام فكاتب في كتبه أيضا بنى دكاكين للناس وقدمها إليهم مجانا، دكان هذا دكان إليك مجانا، أبعد بي وبيع واشتري وتاجر. هذه المشكلة الأولى. إحنا في تاريخ الإسلام الصحيح يعني تاريخ النبي وعليا صلوات الله عليهما ما عندنا مشكلة البطالة، هذه المشكلة ما كانت موجودة. احنا ما عدنا بالأدعية اللهم شغل كل بطال، ماكو هالشكل مشكلة. بس يمكن واحد ما يعجبه يشتغل يروح يقعد بالبيت، هذا لا يشكل مشكلة، هذا قرار فردي مو مشكلة اجتماعية. شايفين في الأدعية؟ انا ما شايف. اللهم شغل كل بطال، شايفين؟ أنا إلى الآن لا شايف ولا سامع. العالم ما يحتاج إلى منهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ومتى يصل العالم إلى هذا المنهج؟ المشكلة الثانية مشكلة السكن. لعل أغلبكم ما عندكم مسكن، أنتم الجالسين هنا عندكم أو ما عندكم، لعل الأغلب ما عندكم. واحد كان رايح إلى الهند كان يقول في البلاد الغنية النفطية كثير من الأفراد بيت ما عنده، ما عنده، قاعد في بيت إيجار ويستقرض من البنك حتى يؤدي فلوس الإيجار، حتى في البلاد النفطية حتى في البلاد الغنية. في الهند واحد من الإخوة كان رايح يقول الملايين، الرقم ما أتذكر بالضبط، الكثير من الناس يولد في الشارع ويعيش في الشارع ويموت في الشارع، يعني جانب الشارع في الرصيف، يفتح عينه في الرصيف ويموت في الرصيف. العالم ما تمكن أن يحل هذه المشكلة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه حل هذه المشكلة بقانون واحد من قوانين الإسلام. شنو هذا القانون؟ هذا الحديث موجود في الكاف الشريف، الأرض لله ولمن عمرها، والنبي قال صلى الله عليه وآله ثم إنها لكم مني أيها المسلمون. هل الأراضي الموجودة اذهبوا وعمروه، تريد تبني بيت، واحد يجمع مجموعة من الطوابيق ويبني بيتا من غرفتين وانتهت القضية. إذا كانت الأرض لله ولمن عمرها كانت تبقى هنالك مشكلة السكن. حتى في البلاد المتقدمة كثير من الناس يعانون هذه المشكلة. الوالد كان رحمه الله ينقل أن الشيخ إبراهيم الحائري رحمة الله عليه زرناه في بيته وكان قد بنى بيته بيديه، هو بنى في فترة البناء كان مجاز ومأذون فيه في كربلاء. هذه المشكلة الثانية. المشكلة العالمية الثالثة مشكلة الفقر. العالم الآن ما تمكن أن يحل هذه المشكلة. في تقرير أنه في كل يوم يموت في العالم من الفقر كم واحد؟ يعني من البارحة ساعة 7:30 مثلاً إلى اليوم إلى الليلة ساعة 7:30 كم واحد ماتوا من الفقر؟ التقرير العالمي يقول في كل يوم يموت من الفقر 25
1000 إنسان في العالم، يعني في كل ساعة أكثر من 1000 واحد يموتون من الفقر. في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه أكو هذه المشكلة؟ هذه القضايا معروفة عندكم. الإمام رأى متكففا صلوات الله على الإمام فقال ما هذا، يعني ما هذه الظاهرة، مو من هذا، وأجرى له راتبا من بيت المال. الإمام في كتابه لعثمان بن حنيف في نهج البلاغة مثبت يقول ولعل هنالك بالحجاز أو اليمامة، لعل في أطراف من لا عهد له بالقرص، يمكن أكو حاكم الآن يتمكن يقول يمكن في أطراف بلادي أكو فد واحد فقير، مكن حاكم يقول ذلك، حله بقانون واحد. مشكلة البطالة حلت بقانون يضع عنهم أسرة، مشكلة السكن حلت بقانون الأرض لله ولمن عمرها، مشكلة الفقر حلت بقانون بيت المال. الوالد رحمة الله عليه كاتب في الفقه في كتاب الاقتصاد تفصيل بيت المال، بيت المال للأم. جاء لأمير المؤمنين صلوات الله عليه بمال من أصفهان فقسمه 7 أقسام لكل جانب قسم، وبقي هنالك رغيف واحد فقسمه 7 أقسام أيضا لكل جانب قيس. بيت المال للأمة، مال الدولة للأمة. جاءه صلوات الله عليه أعرابي وسأله فقال لخادمه أو لوكيله أعطه 1000، قال الذهب أو فضة. الإمام صلوات الله عليه قال كلاهما عندي حجر، أعطه أنفعهما له، فأعطاه 1000، الظاهر يعني 1000 دينار. 1000 دينار ذهب تعلمون يعني شقد الآن؟ الدينار الذهب يعني مثقال ذهب، والمثقال الشرعي 3/4 المثقال الصيرفي، يعني 750 مثقال ذهب صيرفي الآن. كم تومان يصير؟ كلاهما عندي حجر. الإمام كان يذهب إلى بيت المال ويعطي كل ما كان في بيت المال، ثم يكنس البيت، ما أدري بعباءته أو بشيء آخر، بيت المال ولم يلقى في بيت المال شيء. وفي هذه القضية أو في قضية أخرى كان يقول هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه، وأظن كان يصلي 2 ركعة في بيت المال. بيت المال إذا تردون نموذج بيت المال، نموذج جدا مصغر، نجيب لكم مثال واقعي. المثال الواقعي مراجع التقليد، مراجع التقليد بيت مال مصغر. مرجع التقليد تأتيه الأموال، يجي واحد يحتاج إلى زواج يعطيه بمقدار إمكانه طبعا، يجي واحد مديون يعطيه، يجي واحد يريد أن يتزوج يعطيه، يجي واحد يريد أن يبني بيتا يعطيه، ولكن مراجعنا إمكاناتهم محدودة. بيت المال له إمكانات غير محدودة. بيت المال هذا ما إلى النظير هذا القانون، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث في أي مكان في العالم إلى هذا اليوم. مشكلة الفقر حلت، مشكلة السكن حلت، مشكلة البطالة حلت. الآن إحدى المشاكل الأخرى اللي هي مشكلة عالمية مشكلة
زواج في بلد إسلامي أنا ما أذكر اسمه، في التقارير أكو 4 ملايين آنس يائس، يعني فاتها القطار. تدرون شنو مشاعر المرأة العانس اليائس؟ يعني صار عمرها مثلا 50 سنة بعد ماكو أمل. واحد من العلماء كان ينقل أن امرأة قالت لي امرأة عانس أنه أنا عندما أسمع أن فلانة تزوجت إلى الصباح ما أتمكن أنام في تلك الليلة، ما له مستقبل. المرأة العانس التي فاتها القطار مستقبل ما لها. كثير منهن يصابن بالجنون أو شبه الجنون، غير الفقر والذلة والمنة. حتى إذا تروح بيت أخوها مثلا، حتى إذا أخوها يكون بالنتيجة عالة على المجتمع. في بلد واحد لا أذكر اسمه من البلاد الإسلامية في التقرير يقول 4 ملايين آنس يائس، شغل ماكو، بيت ماكو، أموال ماكو، الدولة ما تقول أنا ما علي. في تقرير آخر بلد لا أسميه إسلامي نفوسه 60 مليون، في التقرير يذكر 15 مليون شاب وشاب في هذا البلد في وقت الزواج ما متزوجين. الآن الزواج تحول إلى عقد للمتزوجين وغير المتزوجين، ماكو إمكان. الدول ما لها شغل. يمكن في دعاء واحد، يمكن أكو دعاء اللهم زوج العزاب، ماكو في أدعية. مرض أكو، اللهم اشف كل مريض، كذا كذا أكو، اللهم أد دين كل مدين، دين ظاهرة طبيعية حتى التجار يدينوا، ولكن اللهم زوج كل عزب ينقل أنه في دعاء واحد أكو، في الأدعية المعروفة ماكو ميت حقيقة، ما يتمكن. ود هذه الحالة كم تولد من الأمراض، حالة العزوبة والعنوسة كم تولد من المشاكل، كم تولد من الانحراف الأخلاقي، كم تولد من الانحراف العقائدي. العالم الآن متورط في هذه المشاكل، ونجاته من هذه المشاكل بمنهج النبي والوصي صلوات الله عليه، منهج الإسلام. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم. هذا هو الموضوع الثاني. أما الموضوع الثالث وهو كيف نعرف عليا صلوات الله وسلامه عليه للعالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.